ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وافضل حال ونكون على تواصل بالخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان يوصل لكل الناس، ولو كنتوا لسه بتشوفوني لاول مره يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا علامه الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. واول حاجه كده انا بعتذر على جوده الفيديو، لو جوده الفيديو هتبقى وحشه شويه بس لان انا تليفوني اصلا اتكسر، بس بصراحه قلت بلاش اطول عليكم اكتر من كده واصور لكم بالتليفون اللي هو تليفون تاني كده في البيت، ان شاء الله التليفون الجديد جاي كمان يومين، فطبعا ما كانش ينفع ان انا اتاخر عليكم بصراحه في الفيديوهات اكتر من كده عشان هتشوفوا معايا دلوقتي حاجه انا اعتبر غلطت وعملتها، وهبدا ان شاء الله ان انا اصلح ده معاكم دلوقتي عند البط الصغير بتاعي، تمام. وعايز برضو اقول لكم على حاجات كده حصلت عندي الفتره اللي فاتت، لان طبعا ما كنتش عارف اصور لكم لان ما كانش معايا تليفون، فقلت بقى اقول لكم عليها في الفيديو ده. مبدئيا كده دي البطه السوداء اللي كانت راقده، البطه دي طلعت تمام وانا ما صورتش عليها لان للاسف ما كانش معايا تليفون، تمام. وطبعا الفراخ الهندي خلاص بقت سايبه على السطح، والحمد لله الديكين ما بيتشكلوش مع بعض، والديك ده عمال ياكل في الاكل بتاع الارنبه. حط لها ربطه ستريس كده، طبعا خلصتها اهي. طبعا زي ما انتم شايفين الطبق اللي تحت السلك بتاعها ده، الكاميرا مش عايزه تعمل فوكس، اللي هو تحت في الصندوق من تحت، تمام. الطبق ده هي بتعمل فيه حمام، اللي هو اللي جوه خالص ده انا حطته في المكان اللي هي بتعمل فيه حمام، فهي اول ما بتعمل حمام بينزل في الطبق ده، تمام. وطبعا بشيلهولها كل يومين. وعايز اقول لكم ان الارنبه الحمد لله عشار، انا جسيتها، ولو حابين ان انا اعمل لكم فيديو بالجس انا هعمله لكم. بس تعالوا بس كده هنعمل حاجه الاول مع بعض وهوريها لكم برضو علشان نكون عارفين ايه اللي بيحصل او اللي حصل عندي الفتره ديت وايه هي الغلطه. ده طبعا شويه رز على سمك كنا حاطينهم من البط الصغير لان العلاقه كانت خلصانه الصبح، لسه جايب لهم علاقه من شويه، تمام. نخرج بقى كده البط الرائد علشان يخرج ياكل ويشرب. تمام، اول ما خرجت طلعت تجري على الميه هناك. وبرده طبعا دي رقدت خلاص، هي بقى بتخرج وتاكل وتشرب لوحدها وبتعمل اللي هي عايزاه. البطه الرصاصي اهي برده خرجت وتاكل وتشرب. تعالوا بقى نشوف مع بعض الغلطه اللي انا حرفيا عملتها مع البط الصغير ده، تمام. طبعا الارضيه عايزه تتكحك، ده الاكل اهو. طيب ايه هي الغلطه؟ زي ما انتم ملاحظين كده البط الكبير تمام اللي فيهم بدا ان هو يقفل، تمام. النوت اللي فيهم بدات تقفل، اما البط الصغير زي ما انتم شايفين كده اهو، دول كده ثلاثه من الصغيرين مظلومين جدا معاهم. طبعا انا قلت لكم يوم ما نقلتهم ان الفرق بين البط ده والبط ده 15 يوم، تمام. فانا نقلتهم مع بعض بصراحه، تمام. قلت مش مهم الاثنين كده كده، انا غيرت لهم العلف والاثنين بياكلوا علف 21% بروتين، فمش هيأثر معاهم في حاجه. بس اللي انا لقيته من البط الصغير اتظلم جدا معاهم، وكمان ما هواش اخد حقه في الاكل والشرب والكلام ده كله، تمام. فطبعا انا دلوقتي هضطر ان انا انقل البط الصغير تاني وهاكله علف صافي، مش هحط عيش. طبعا العلف اللي هنا ده انا مخلطه بعيش اهو زي ما انتم شايفين، وطحن العيش مخليه شبه ناعم، يعني لا هو ناعم ولا هو خشن، انا مخليه نفس حبايه العلف بتاعتها، تمام. بس زي ما انتم شايفين كده ده البط الكبير اهو بيقفل معايا. طبعا هتلاقوا ان ظهرهم منحول، هقول لكم الوقت منحول من ايه، هما ما عندهمش لا افتراس ولا اي حاجه لان الريش بتاع جناحاتهم ما شاء الله بيطلع، فهو ظهرهم منحول. شايفين الريش بتاع جناحاتهم اهو، يعني لو عندهم افتراس كان زمان الريش دوت اول حاجه بتتاكل فيهم الريش بتاع الجناح. طيب ايه هو ده؟ لاني انا فاتح للبطه اللي راقده جوه هنا، فما بتخرج تاكل بتقوم رايحه ضربها،
تمام، بس مش مهم عادي مفيش اي مشكلة. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا المفروض ان انا هنقل البط ده، طبعا البطة السوداء كانت راقدة هنا اللي انا وريتها لكم بره وطلعت، وانا للاسف معرفتش ان انا اصور لكم بسبب حكاية التليفون. اليوم اللي هي طلعت فيه هو ده اليوم اللي التليفون اتكسر فيه، تمام. بس الحمد لله قدرت ان انا ارجع القناة على التليفون الصغير دوت، لان طبعا حكاية ان انا ارجع القناة هي دي صعبة جدا بصراحة، ان انا انقلها من تليفون لتليفون بتبقى صعبة، لاني لازم اخد الاذن على التليفون اللي على القناة اللي هو الاساسي، فطبعا كان التليفون مكسور ما كنتش عارف افتحه ولا اعمل اي حاجة، بس الحمد لله قدرت برضو ان انا افتحه. تمام، طبعا فرخة الرومي اهي معاهم، فالمفروض بقى ان انا هنقلهم. طبعا هتنقلهم بقى فين؟ طبعا انا خرجت البطة بره على السطح وهقول لكم على اللي انا هعمله، وده برضو عايز اوريكم حاجة. طبعا انتوا عارفين ان ذكر اليمام مات، بصوا وهي حاجة كده شايفين العسل ده، يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجة كده زي الفل. طبعا العش بتاعهم بقى عايز يتنضف، وده طالع لونه سيلفر كده، لونه جميل جدا. تمام، والتاني طالع لونه كريمي، شايفين الجمال، الله اكبر. طبعا انا هجيب لها دكر تاني بامر الله، تمام، وهبدا ان انا اظبط لها دنيتها. وده الرومي اهو، طبعا انا شلت له اللمبه بقى خلاص ما عدلهاش لازمه علشان نبقى عارفين. تمام، طيب ايه بقى اللي انا هعمله؟ هنقل البط الصغير ده فين؟ قالوا بقى كده مع بعض، وانا هقول لكم انا هعمل ايه برضه. بصوا انا حابس هنا الدكر ده في العشه دي، الدكر ده، فانا هذبح الدكر ده، خلاص قررت ان انا هذبحه. تمام، ليه بقى؟ لاني انا بصراحه ملوش مكان، تمام، وهناك طبعا انتوا عارفين انا بحضن الطيور في العشه الكبيره اللي هناك، فطبعا الدكر ده خلاص ما بقالوش لازمه، فانا ان شاء الله هذبحه، فانا عازله هنا حاطط له اكل وميه لحد ما اذبحه. تمام، فانا هقوم ناقل البط الصغير هنا مكانه عشان ياخد راحته، وهحط له علف صافي لمده 15 يوم لحد ما جسمه يرد تاني ويبدا الريش بتاعه يظهر تاني، لانه بصراحه اتظلم جدا 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 مع البط اللي هناك. فانا طبعا هحطه هنا، المفروض البط الصغير ده عمر شهر دلوقتي، المفروض يكون حجمه احسن من كده، بس طبعا البط الكبير بياكل اكتر منه، وطبعا حجمه كمان اكبر منه، فما بيديلوش اي حق من حقوقه في الاكل. فعلشان كده انا هبدا ان انا ان شاء الله انقل البط هنا وهذبح الذكر ده خالص. تمام، وطبعا زي ما قلت لكم انا بعتذر جدا على جوده الفيديو لو كانت جوده الفيديو وحشه، بس معلش نستحمل بعض بقى لحد ما التليفون الجديد يجي بامر الله. وبس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنسوش بقى اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه، واشوفكم فيديو جديد على خير.